بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم نتعلم كيف نرفع التعديلات على الجيت هاب. في المحاضرة السابقة تعلمنا كيف نرفع مشروعك على الجيت هاب، فمشروعنا البروجكت صار موجود هسه على الجيت هاب. خلينا نفتحه مع بعض. بالضبط، سمينا احنا بروجكت 1. بدنا نعدل على ملف الورك. طيب كيف؟ أول إشي راح أفوت على ملف الورك، بدنا ننشئ تاسك، نحكي مثلا create dash board، وخلني اعمل سيف. وهي اكزت. وعملنا هسه get status، فراح يحكي لك انه في عندك انت تعديل. خلني اعمل get add، نكتب هون work، وهي tab، وهي enter. مرة ثانية get status، صار عندي اياه في stage area. خليني هسه ارفع على الريبستوري، بدي احكي get comment داش ام ابديت ورك دوت تكست داش بورد، هاي انتر. جيت ستيتس مره ثانيه، حكالي هون انه كل اشي عندك اياه كمين، بس انت واقف هسه على الاوريجن ماستر، بحكي لك انه مشروعك على الجيت هاب. مش قلنا الاوريجن هو اللينك اللي هو http جيت هاب، اليوزر نيم والاسم المشروع شرحناها في المحاضرة السابقة. فبحكي لك انت عشان ترفع التعديل هسا عملته، اعمل get push. فنكتب هسا get push، نستنى شوي. ايه حكيت امورك تمام successful او complete، انتهى كل اشي، رفعت لك اياه على الجيت هاب. تعالي تأكد. خليني اعمل refresh. حكالي في الwork.txt في عندك comment هون اسمها update work.txt dashboard، بحكي لي هون قبل 1 minute، وهي create dashboard. خلينا نشوف هسا get log. get log، انت ما شو حكي لك هون؟ الهيد واقف على الماستر وكمان واقف على الاورجن ماستر. هنعمل هسا كيو. تعال نتعرف على بعض الشغلات المهمة. أول إشي البرانشات. إذا كم برانش عندك هسا؟ حتقولي بس أنت عندك برانش ماستر، لأنه إحنا في المحاضرة السابقة بس رفعنا برانش واحد اللي هو الماستر. هل بقدر أنشئ عدة برانشات؟ بحكي لك آه. إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نتعلم كيف ننشئ عدة برانشات على الجيت هاب. طب إيش هي كمان؟ هي نفس الشيء، بتوريك البرانشات كلها وشو التعديلات اللي صارت عليها. في عنا شغلة اسمها كومنت. عندي 17 كومنت. هاي كل الكومنتات تسويناها خلال الدورة. آخر كومنت قبل 3 مينت هو أبديت ورك دوت تكست داشبورد. قبل 7 أيام عملنا فيكس ميرج. مش كان في عندنا مشكلة في الميرج وحليناها بالذكرين. هاي عندك هنا أبديت ورك ويب فيو، أبديت ورك دوت تكست، أبديت ورك، أبديت نوت. هاي كل الكومنت اللي سويناها خلال الدورة. خلينا نشوف شو معلومات الكومنت. هون ممكن تعمل انت كوبي لايش؟ للاس اتش اي، اول 7 ارقام. هون بوريك حاله الكود عند اخر نسخه. كيف يعني؟ لو رحنا مثلا على الفيكس ميرج، بدي اشوف المشروع كيف كان في هاي الكومنت. اكبس على هون، قال لك في الورك اطلع ما في عندك داشبورد، انها ما كانت موجوده في هاي الكومنت. نرجع نفتح الكومنت. فهون الفكرة إن أنت بتقدر تشوف حالة المشروع عند أي كومنت. طب أقدر أشوف التعديلات؟ بقول لك آه. إذا بتكبس على الـ SHA مباشرة راح يفتح لك التعديلات اللي صارت داخل مشروعك، وداخل الـ Word.txt أنت أضافت هي بلس Create Dashboard. إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نتعمق كثير في موضوع الداشبورد وإيش الأدوات الموجودة اللي بتسهل علي العمل. أتمنى كانت أفكارنا واضحة. نشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.